المدح ما له عن هلا الطيب مجناب يرسل منادبه ويتعب ركابه ويلقي خلي للنواميس كساب شيخ انت فاخر به قبيله عتابه الشيخ بن مسعود عبد الله عقاب شيخ يحوش المرجله في شبابه شيخ يعجز روس عكفان الاشناب بفعلها اللي مثل دم السحابه شيخ يحسبون النشام ما له حساب يوم الردي محد يحسب حسابه من روس قوم بالمراجل له طناب دلابحه يوم اللقا والحرابه افعالهم في صفحه المجد بكتاب وامجادهم تاريخ نجد حكابه مدحي لراعي الطيب من فخر وعجاب زميله ومحنك وراعي ذرابه نعم كفو ومعرب جدود وانساب كرم فتح للطيب صدره وبابه وهذه مجارات الشاعر عبد الرحمن معيض الرشيدي للشاعر قرناس الشاطري المدح سي الحبر الأقلام بكتاب في مدح ولد عقاب جدال كتابه مالي عذر يوم المطيري فتح باب باب دخول الطيب كلن حكابه مدحك يا شيخ لك الطيب مرقاب صح الله لسانه عنك بالنيابه المدح يا راعي الوفا فيك ما تاب تصهر ملافحه وترزم وشهادة المسلم تصدق لي أجاب وأنا أشهد أن الطيب دمك جرابه عبد الله بن عقاب ريف الأصحاب تدهل مواقبه وطيب مشابه لا عدة رجال المواقف ما خاب يعذب أولهم ويحسب حسابه واعتبه الهلا عريبين الأنساب أهل السطر ولا الظفر والمهابة يقولها اللي بالعتيب له عجاب ابن الرشيد قالها في عتابه ابن الرشيد قالها في عتابه ابن الرشيد قالها في عتابه.